الان كاين واحد النقاش كبير او ورش اللي مفتوح الان في المغرب، ورش مهم اللي كيتعلق بمدونة الاسره، خصوصا بعد الخطاب الملكي السامي، يعني اللي هو كان عنده فيه اشارات مهمه في هذا الباب. هذا احنا بالنسبه لنا كمجتمع مدني او كجمعيه ايادي حره كنشوفوا بان بعد 18 سنه من اصدار مدونة الاسره اللي كانت في 2004 ضرورة تحتم على أنه يكون هناك تعديلات في مجموعة من المواد المدونة، خصوصا بعد دستور 2011 والاتفاقية الدولية اللي تم مصادقة عليها، ذاك الاتفاق الاختياري ديال 2015 ديال السيدة وغيره. هذا كله كيحتم على أنه خص تكون مراجعة لبعض المواد الأساسية. احنا منها يعني غنمشي مباشرة للمواد اللي كنشوفوها مهمة جدا، الموضوع ديال المادة 2021-22 مدونة الأسرة اللي كتحدث عن تزويج الطفلات، ما نسميوش زواج قاصرات. هذه المادة هذه اللي كنشوفوا بأنها المفروض في 2004 كان يعني في البرلمان ولا التصويت عليها كان على أساس أنه يكون واحد استثناء في بعض الحالات معينة يكون هذا الزواج أقل من 18 سنة، في حين أنه الآن يعني من خلال الإحصائيات لا المندوبية السامية ولا المجلس الاقتصادي ولا النيابة العامة بنفسها، كل إحصائيات تظهر بأنه هذا العدد ارتفع، هذا العدد ارتفع، وبالتالي أن الاستثناء أصبح قاعدة. وبما أن الاستثناء أصبح قاعدة ولينا احنا قدام واحد الإشكالية حقيقية، هل يعقل أنه يعني في القرن 21 اللي وخصوصا أنه كنعرفوا بأنه بناتنا يتميزنا المغرب كيتميز يعني بالفئة الشابة، وأن الفتيات والطالبات عندهم معدلات هي مهمة، ولكن ملي كنجيو الواقع اللي كنعتبروا احنا مر، أنا كنت في بعض النواحي ديال تحناوت في بعض في العالم القروي كتلقى بأن بنات متميزات معدل تسعود في السادس ولكن كتوقف عند الدراسة حضر مدرسي للظروف، يا يعني اما البعد المدرسه لان كاينه في بلاد اخرى ما كاينش النقل المدرسي، الظروف الماديه ديال الاسره وغيرها، يعني كاينه ظروف اقتصاديه واجتماعيه اللي كتحول لان الطفلات يمشيو يقراو وبالتالي كيصبحوا عرضه لزواج، لان ملي كتكون عندها 12 13 سنه واخا ناجحه بتسعود في المعدل ما كتهداك 15 سنه 16 سنه كيمشيو يزوجوها، كتكون مؤهله للزواج الا كدير ما كدير والو. حنا بالنسبه لنا كنربطوا زواج القاصرات بالهدر المدرسي بالوضعيه ديال الهشاشه والفقر اللي خصها تحارب، هذا من جانب. من المواد الاخرى اللي كنعتبروها خصها تعديل في مدونه الاسره موضوع الحضانه، حنا عندنا مشروع في هذا الباب، موضوع الحضانه انه كيف يعقل بالنسبه للامهات اللي كتحرم المراه المطلقه في الماده 174-175 اللي بغينا فيها تعديل في المدونه، تحرم من حضانه ابنها اذا ارادت ان تتزوج مره اخرى. وحنا من خلال الاحصائيات اللي لقينا انه هاد البنات اللي كيتزوجوا صغارين هما اللي كيطلقوا، يعني زواج القاصرات كنربطوه بمشكل الحضانه. هاد البنات ملي كيوصلوا انهم عندهم 25-26 سنه كتبغي تعاود تبني حياتها من جديد، كتبغي تزوج من جديد، اش كيقولوا لها؟ لا الاب الراجل كيقول لها غنحيد لك الطفل، واخا هو يكون مزوج ياخذ الابن يديه مع الزوجه ديالو ولكن ما عندهاش الحق، ولكن اذا كان معاقا يجب ان يظل مع امه. يعني هاد السكيزوفرينيا حنا عينا من هاد الشيء هذا. اذا مغياجي مين زواج قصيرات، تزويج طفلات، الحضانه، مشكل ديال ماده 49 في المدونه اللي كتهضر على انه كنا اعتبرناه مكتسب ودفعنا عليه فيما يخص نعتبروا الشقه المراه، الشقه الشقه غنسميها انا، لانه في الجنوب عندنا الكد والسعايه، المراه كانت كانوا كيعطيوها النقره ولا شي حاجه وتيقول انت كتخدمي في دارك. احنا الكد والسعايه هو انه نريد ان يقتسم ما بين الزوج والزوجه كل ما اكتسب بعد الزواج. قبل الزواج كل واحد عنده ارثو ولا شنو عنده ماشي مشكل، ولكن المراه سواء كانت يعني كتخدم او ما كتخدمش، لان ربات البيوت لا تنصف، من المطالب ديالنا ان ربات البيوت يكون عندهم غومينيغاسيون، يعني يكون عندهم اجره، نعتبروا عملهم راه كيبيو الاجيال، ماشي ما كدير والو، شحال هذيك كانوا كيديروا بدون، كانوا كيديروا الصون، دابا ما بقاتش المهنه يعني في لا كارت ناسيونال، في البطاقه الوطنيه. كل هذا احنا كنعتبروا فيه حيف، فيه حيف على النساء. لانه ملي كنهضروا على الحضانه، على هذا اقتسام الممتلكات، المساله ديال التعدد ديال الزوجات اللي كانت انه الزوج خصو ياخذ الاذن من الزوجه ديالو، سي غير احصائيات كتظهر بان العدد تقلص عما سبق، ولكن كاين تحايل على القانون. عندما نطالب بتطبيق القوانين خص يكون تطبيق القانون. عندما تحدث عن استثناء مثلا او على التعدد خص يكون الاذن، كاين تحايلات، وبالتالي احنا بالنسبه لنا
لابد ان تكون هناك تعديل شامل. ما بغيناش احنا نهزوا تزويج الطفل بوحدو نهضروا عليه او الحضانه، نتحدث عن تغيير جذري وشامل في مدونه الاسره، مواكب للتطور اللي عرفه العصر، مواكب وملائم، يعني تكون فيه ملائمه مع دستور 2011، ان الماده 19 واضحه المساواه والمناصفه، وخلق هذه المناصفه اللي خصها تسهر على انه يكون فعلا تطبيق هذه المساواه. إنه هيئة مناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد النساء اللي جاية في دستور 2011 مهمة جدا، وأيضا مجلس الأسرة والطفولة، هذه كلها مجالس اللي خصها تخرج للوجود، وبغيناها تكون باش تسهر على أنه يكون احترام لدستورنا ويكون احترام لقوانيننا وتكون المتابعة وتكون المحاسبة. إنه الآن كاين ورش آخر اللي مفتوح اللي كنعتبروه مهم، ديال القانون الجنائي والمسارة الجنائية، لأن القانون العنف في تصوت عليه في 2018 ها هو القانون كاين، كنبقاو نهضروا على التطبيق. تعملوا منصات باش يسمعوا لا في النيابه العامه ولا المنصه اللي كانت 83-50، لان النساء المعنفات يمشيو يشكيو، ولكن ما كانش كي خرجت من دارها ما كيعطوهاش حقها. شنو حدود، شنو هي انا بالنسبه لهاد المنصات اللي داروا الى اي حد فعلا هما فاعلين بالنسبه للمراه اللي طردت من بيتها او معنفه او يعني عندها مجموعه ديال الاكراهات، لا ماديه ولا اقتصاديه ولا اجتماعيه، ما كتلقاش الانصاف. مطلبنا الاساسي ما يسمى من باب الطرف كنساء أو كحقوقيات أو كجمعيات حرة، مطلبنا الأساسي هو أنه يكون احترام الحقوق الإنسانية للنساء وفق دستور وفق قوانين وفق تطورات في المجتمع. مطلبنا الأساسي هو أن المدونة خص تكون ملائمة لدستورنا وتكون ملائمة للاتفاقيات اللي صوتنا عليها، وأيضا ملائمة للتطور اللي في المجتمع ديالنا، لأن المرأة دخلت مجموعة هذه المجالات، ما كانش عندنا فام عدول، دابا عندنا نساء عدول، ملي كنتحطوا على مناصب المسؤوليه كنلقاو بانه النساء رغم انه عندنا في معدلات ديال الطالبات متفوقات، ولكن في المسؤوليه المديرات ورؤساء الاقسام والمسؤوليات الكبرى ديما كنلقاو يعني هي عقليه ذكوريه باقا سائده. هادشي كله مرتبط ثلاثه ديال المسائل اللي كنعتبروها مهمه، لابد هي تحارب الهشاشه والفقر، لان الفقر مؤنث، الاميه مؤنثه عندنا في المغرب، وما كنهضرش غير على الأمية الألفابتيزم يعني الطبيعية، وإنما الأمية القانونية. وعندما أتحدث عن الأمية القانونية، حنا كان عندنا واحد المركز كنديروا فيه محاربة الأمية القانونية، نعرفوا ما هو الطلاق، ما هو الزواج، لأن مؤسسة الزواج مهمة جدا. ما جاء لا في المدونة يعني التعريف ديال مؤسسة الزواج جيد، ولكن لا إني با أبليكي، ما بطينوش للأرض الواقع. حنا بغينا مسألة أساسية، بغينا انه بالنسبه لمؤسسه الزواج يعني يكون واحد التاطير قبل الزواج، انا ماشي تزواج ديال الفيسبوك وديال تويتر وهذا، بغينا زواج حقيقي بين مؤسسه الزواج اللي يكون انه الانسان عارف فين غيدخل، راه ما كنلعبوش. زواج ليله كانوا كيقولوا لسيادنا القدام تدبيره عام، ماشي زواج ليله نتصاحبوا في الفيسبوك. وايضا هذه المؤسسه ديال الزواج ملي كنهضروا على الماده 49 قسم الممتلكات، بغينا هذيك الماده هذيك الواحد وثيقه كما كيدار شهاده طبيه وديك الاوراق كاع لاكارت ناسيونال وغيره، بغينا واحد الوثيقه تكون ضمن اوراق ديال 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 الزواج كيتكتب فيها انه كيسنيو عليها. اذا تكون وثيقه ملزمه، هي كاينه ولكن ملزمه ماشي ملزمه، ما كايناش الوثيقه ولا قالها العدول، كيقولها العدول. وتصوري انه دابا نصوروا راسنا شنو الاشكال اللي كاين، وحده لابسه ديك التاج وجالسه حدا باها ولا حدا مصر، وطبعا ما تكدى العدول قدام الاسره، وعاد غيجي كيقول لها العدول راه من حقك، كتكون حشمانه. مي غتكون من الوثائق اللي كنوجدوها كما كندير شهاده طبيه وكما كنعطي فوتوكوبي ديال كارت ناسيونال، تكون هاد الوثيقه كاينه. بغيت انا وزوجي تكونوا متفقين، لانه كل ما كنمتلكوه بعد الزواج يكون اكي بيناتنا، باش يكون احترام ديال الزوج والزوجه في هذا المجال. هذا هذه مطالب اللي كنعتبروها حنا ماشي ما رافعينش السقف. ثغرات اخرين كاينين في الاسره اللي خصها من الثغرات الاخرى اللي كاينه، مساله ديال الطلاق، لان الطلاق سي فغي حنا رفعنا الطلاق الشقاق وطلاق، ولكن الاشكال هو ما هو موجود في المدونه مزيان، ولكن ما الناس ما مستوعبينوش مزيان، ما مستوعبينش الطلاق هذيك انواع ديال الشقاق والاتفاقي والخلع وهذا. خص الناس دابا حنا ملي كنديروا القوانين كيكون بزاف بحال كنديروا الناس كلشي قاري. كومو اون بوف الدور ديال الاعلام كنعتبره مهم، لا فيلغاريزاسيون ديال لي لوا، ان القوانين ستكون في التلفازات ديالنا، يكونوا برامج فحال ما كثروا عندنا في الافلام التركيه وغيره، تكون برامج تثقيفيه، برامج اللي نهضروا
واحد النهار يكون الحديث على الزواج، يديروها سبوت، يديروه برنامج. المهم كي خصو يكون الاجتهاد في الاعلام وسورتو في قنواتنا اللي كتكون مشاهده، القناه الاولى والثانيه. ماشي المشكل دابا في المدونه، لا بالنسبه للطلاق، بالنسبه في الطلاق، لان الطلاقات دابا اللي كاين الحمد لله حنا ان راه ما بقاش داكشي اللي كان فيما سبق، الان نوعيه ديال الطلاق ولات باينه. ولكن باقي عندنا مشكل ديال انه الناس تستوعب انه شنو هو الطلاق الاتفاقي، شنو هو الطلاق الشقاق، وشنو هو، لان كاين بعض الاحيان كيكون تحايلات، الزوجه ما كتكونش عارفه، او الزوج ما عارفش، او الناس ما عارفينش. بغينا لا فيلغاريزاسيون ديال القوانين، ولكن هذا لا يعني انه ضروري انه تكون مراجعه ديال مساله الطلاق، لانه شفنا النسبه ديال الطلاق، كاين اللي ما تفهمش ارتفاع النسب ديال الطلاق بواحد الطريقه جنونيه. ربما لانه سهل. سهل هو سيف ذو حدين. هاد القضيه ديال السهل سيف ذو حدين، لان فيما سبق باش تطلق المراه راه بعض المرات كتكون كازا في دارها حتى كيجي واحد وكيطلقها وهي ما خبرهاش. هذا كنا كنعتبروا زعما وحده كازا في دارها وهي باقا عايشه مع راجلها في الحرام، حتى كتصيق الخبر واحد النهار تيقول لها انت طلقتي، يعني ما كتكونش عارفه. هذه مساله، ولكن في نفس الوقت احنا انه خصو يكون تسهيل مساطر الطلاق وغيره. بعد هاد القضيه ديال المساطر راه رافه بالفقراء، رافه بالناس اللي كيعيشوا هشاشه وفقر، رأفة بالناس الأميين. راه واحد المساطر كي معقدة، هذاك المنصة المرأة عرفتي كنعيطوا لها كيقولوا لها سيري عند وكيل الملك وقول له يكتب لك، وهي ما عندهاش حتى الفلوس باش تحرك في الطاكسي، وراجلها طاردها وضربها. خصنا نفكروا لأنه كاين الآن وزارة التضامن والأسرة كيتحدثوا، كاين هذاك البرنامج استراتيجية جسر اللي البارح أو البارح طلقوها مزيان، اللي كتحدث على انه النشاط الاقتصادي للنساء نرفعوا منه، على انه العنف نقصوا منه، على انه ضروري اننا نفكروا في المستقبل على انه نقضيوا على كل ما هو فيه اختلالات بالنسبه للنساء. ولكن الفو توجور ترافايي اي بونسي او بروكسيميتي او جون لتحت، يعني الناس اللي ما عارفينش. راه الا ما استوعبوش الناس هاد الحل، لانه انا كنقول القوانين مهمه ضروري، انا كنشتغل في مؤسسه تشريعيه، القوانين مهمه. الا ما كانش الى جانب التحسيس والتوعيه، والا ما كانش الى جانب اعلامي اللي كيخصو يدير ادواره باش يفيلغاريزي، ما غنكونوش كان هذا. واكثر من هذا نعطيك على سبيل المثال القانون الجنائي والمسطره الجنائيه هما غايجيو غيتصوت عليهم مع مقاري في البرلمان، بغينا انه يترفعوا من النسب ديال الجرائم، حاله الاغتصاب وحده ممكن تغتصب، ديك بعض المرات كتكون شي احكام طفيفه كتاهل واحد اخر يعاود يفكر يغتصب، في حين حنا بغينا انه يكون يعني تشديد العقوبات في المسائل ديال الاغتصاب، في المسائل ديال زنا المحارم. لان القضيه ديال زنا المحارم حنا مساله الاجهاض مثلا ممكن يصرح كل شيء كيخاف منها، ولكن في حاله زنا المحارم، في حاله الاغتصاب، الفيول وحده غلط باش تقرا وكيجرها شي بناي مثلا وكيعتصبها وكتلقى راسها حامل وهي مجتهده، وهذا واش نضيعوا لها مستقبلها؟ ما نبقاوش نغطيو الشمس بالغربال.